هبدأ الأول بتهنئة من قلبي وبضمير خالص على الخدمات اللي أصبحت متكاملة وموجودة جوه البريد وكل حاجة بتفاصيلها يعني. والشكر هنا للكل، لكل الناس اللي بتشتغل في المنظومة، سواء ان انا اروح الاقي المكاتب كلها شكلها حلو ويشرف وزي الفل، الاقي الموظفين 100 فل و14 ويخدمونا بعينيهم وكل حاجه بمنتهى اللطافه واللياقه والاحترافيه، عربيات البريد اخر جمال، المندوبين والموظفين اللي بوصلوا حاجه اخر شياكه وتأدب، حاجه ما فيش كده والله، بدون مبالغه ولا بلاد بره، بما ان احنا اتعودنا على عقده الخواجه، فده حقيقي اللي حاصل. البريد المصري فعلا في حالة تطوير كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، في أكتر من 40,000 مواطن مصري بريدي يعمل في منظومة البريد لخدمة مصر كلها. 40,000، أكتر من 40,000 كمان. إحنا كل يوم يوميا بنخدم حوالي 1,000,000 مواطن في كل فروعنا، عندنا أكتر من 4,300 فرع دلوقتي، أو يعني قرابة هذا العدد. منظومة بقالها يمكن أكتر من 150 سنة بتشتغل، حازت على ثقة المصريين بشكل كبير جدا. زي ما حضرتك قلت في المقدمة، يعني عايز تشيل فلوسك فين؟ في البريد المصري، في البريد. فهو الثقة دي من حتى يعني أنا قعدت كنت براجع الفترة اللي فاتت برضو حاجات، لقيت إن إحنا حتى تواجدنا في التراث السينمائي والتراث المصري عظيم جدا. يعني البوسطجي ده مش مجرد بوسطجي بيوصل لك جواباته بس، لا ده بيحمل في طياته بقى كل ما هو اتصال مع اهلك وحبايبك. صحيح، حقي الاديب العظيم عامل روايه عظيمه البوسطجي، مفيش بعد كده يعني. فدورنا ان احنا نطور المنظومه، ودورنا ان احنا نشتغل في التوجه العام للدوله ورؤيه مصر 2030. ده النهارده بتطور الدولة كلها من بنية تحتية للتحول الرقمي لشمول مالي لإنجازات في الطرق لإنجازات في كل المنظومات على كل الاتجاهات. احنا بنشوف الدولة بتعمل في كل القطاعات، فكان دورنا ان احنا لازم الفترة دي نكون بنواكب هذا التطور. المواطن المصري مستني مننا مش ان هو بياخد مننا بوست، لا هو متوقع منك ان انت تغطي له كل حاجة. واللي لقيناه كمان ان الحكومة خلال الفترة اللي فاتت بدأت تركز قوي ان البريد المصري عنده القدرة على ان هو يحقق فكرة الشمول المالي. لان انت النهاردة مين اكتر مكان ممكن تلاقي فيه فروع؟ بريد المصري. البريد اكتر ناس بتخش تتعامل في البريد المصري، معاشاتك بتقبضها من البريد المصري، تأميناتك، مصاريفك، كل حاجة بتعملها عن طريق، تحويلاتك بتعملها عن طريق البريد المصري. فكانت المنظومة هنا محتاجة انها تبدأ تتطور علشان تشتغل في انها تواكب توجهات الدولة. دكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد تولى يمكن يعني خلال السنتين اللي فاتوا، كان الاستراتيجية بتاعتنا واضحة، تحول رقمي وشمول مالي، ارضاء العميل، تجهيز بنية تحتية، تطوير المكاتب، وخلق فكر الابتكار بقى داخل البريد. ازاي انت تبتكر وتبدأ تعتمد على الشباب، تبدأ تعتمد على الانوفيشن او الابتكارات، او زي ما حضرتك كده كنت جايب من شوية الشباب اللي مسافرين بره، ممكن قد تكون الفكرة بالنسبة للناس ايه يا عم ده عاملين طيارة 100 طيارات مش عارف. انت بترعى الابتكار، لازم تبدا تنمي فيهم ان هم يخشوا ويشوفوا السوق عامل ازاي ويبداوا يبنوا، وده اللي احنا عملناه. بدانا نتوجه ان احنا لازم الاول نبدا على البنيه التحتيه، بدانا نطور في البنيه التحتيه زي ما حضرتك اشرت، تطوير المكاتب. احنا داخلين حتى في يعني اكبر مشروع للدوله دلوقتي هو حياه كريمه. احنا بنطور المكاتب بتاعتنا حتى اللي ضمن حياه كريمه وحققناها كلها، احنا واصلين لاكثر من 3,000 مكتب. عملنا له تطوير واعاده هيكله وبناء من الداخل وتطوير البنيه التحتيه بتاعته ورفع كفاءه بكل حاجه. حتى المكاتب كلها بتاعتك لازم تطورها. والتطوير هنا لما بنتكلم على المكاتب مش بنيه تحتيه مباني وطوب وبس. وتطور حتى الموظفين اللي جوه. لازم يبداوا يجهزوا ان هو مش الموضوع ان انت هتشتغل بالورقه والقلم دلوقتي، ده انت الدوله بتقول لك انت عايز تروح تشتغل دلوقتي كله
زي ما بيقولوا كده بيبرلس او ان انت كاشلس او لس كاش يعني. صحيح. فانت لازم تبدا تجهز الكوادر اللي عندك انهم يشتغلوا بالكونسبت او بالفكر ده. فده اللي بدانا برضو نشتغل عليه، تطوير بنيه تحتيه داخليا وعلى مستوى المباني او على مستوى البنيه نفسها. في نفس الوقت بدانا نشتغل على التحول الرقمي بقى اللي هو بمفهومه العام. لازم تبدا تغير من الفكر اللي انت بتتبعه في اداره اعمالك داخل البريد. فلازم تعتمد على التكنولوجيا الحديثه. شئت ام ابيت انت رايح لعالم جديد هم بيسموه دلوقتي نيو نورمال. ويمكن اللي شفناه من 2020 لحد النهارده عمر ما حد كان يتخيله. الوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه عمر ما حد كان ممكن يتخيله. حضرتك النهارده بتبص تلاقي كل حاجه بتتغير من حواليك وانت مش فاهم هي بتتغير كده ليه.